بغداد. حياكم الله في هذا اليوم السبت 28 شهر جمادى الأولى بعام 43 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، موافق بأول من يناير لعام 22 و2000 للميلاد. باسمكم جميعا نرحب بأخينا صديقنا الرياضي عبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق حمد الله كرياضي أنتم أعرف به مني، فأنا لست من الرياضة في شيء، لا مشجعا ولا متابعا ولا مشاهدا، وإن كنت أجل وأحترم وأعرف فضل الرياضيين جميعا، لاعبين، إداريين، حكاما، إعلاميين، مشجعين، وهذا حق لهم، فهم جزء من هذا المجتمع المبارك. لكنني أعرف اللاعب عبد الرزاق مروءة، ديانة، وله في باب الإنفاق والخير فضل كبير وباب واسع، بعضه أنا قائم عليه. وهذا اللقاء اللاعب الكبير جرت العادة أنه يأتي المدينة بين الحين والآخر، ولا يتركنا من زيارة يوم هذا البيت الذي هو بيته وداره ومنزله. فحياكم الله أجمعين بلا استثناء، شكر الله لكم إجابة الدعوة. والآن سأترككم معه الإخوة، أكيد الشباب خاصة يعني يريدون التصوير، وهذا شيء بدهي، وهذا بيتكم ومنزلكم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وحياكم الله مرة أخرى.